أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. طالعين من أجازة العيد وطالعين من شهر كريم وسفر وعزم وعزومات، وأكيد تقلنا بقى في الدهون والحاجات المحمرة والمشمرة. دور الشيف المغاز النهاردة إن إحنا نتخلص من الدهون دي بقدر الإمكان، ونقلل الكوليسترول شوية، ونعمل عملية هندلة كده للمطبخ وللوزن بتاعنا. طب تعالى نعمل إيه؟ تعالى ربنا سبحانه وتعالى من نعمه علينا وإحنا داخلين على أيام الصيف خضروات جميلة، في خس، في خس كابوتشا، خس بلدي، فليفلة ملونة شكلها جميل يفتح النفس، البصل الأخضر، البتنجان، الخيار، الطماطم، كل ده من خير أرضنا. ولكن دوري ان انا نعمل شويه سلطات النهارده. السلطات دي متعدده الشكل واللون والطعم، تاني متعدده الشكل واللون والطعم. والصوره على الشاشه، هنعمل البنجر بالافوكادو. ازاي؟ هنشوف مع بعض. هنعمل سلطه الخس بالزبادي والنعناع والثوم، حاجه كده تساعد على الهضم وقيمه غذائيه عاليه جدا وسريعه الهضم وسريعه المضغ لكل كبار السن اللي هم تاج راسنا من فوق. معانا سلطة البطاطس بالتونة، يعني أوميجا 3، يعني الفوسفور، يعني الكالسيوم، يعني كل حاجة موجودة فيها، ممكن نضيف لها بيض حسب الرغبة. طبعا البطاطس بتستوي في النار. معانا طبق مكرونة كمان سلطة النهاردة، هنشوف نعملها مع بعض. أنا شخصيا بحب المكرونة سلطة، بتبقى لطيفة وجميلة، ممكن تضيفي لها زيتون، تضيفي لها جبنة حسب الرغبة. تتاكل برد يا شيف؟ تتاكل برد. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن بجد في شغل كتير النهاردة، مع إن مفيش لا محمر ولا مشمر. في ايه؟ في سلطات، يعني مقبلات. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الشيف المغازي لما يقول حلقه صعبه وفيها شغل كتير، يبقى اكيد صعبه وفيها شغل كتير. مش قصة إن هي مثلاً لازم إن إحنا نتعب ونعرق، لا، القصة في إيه؟ إن لازم الأربع أنواع السلطة اللي هعملهم النهاردة، كل نوع من نوع السلطة ده يختلف الطعم والشكل. هي دي الشطارة، ما يبقاش كلهم طعم واحد. يعني ما ينفعش أمسك المعلقة وأضربها في طبق يطلع نفس الطعم زي الطبق التاني. هي دي شطارتك يا ست الكل. هنبدأ بقى يا عم الشيف، هنبدأ بسلطة المكرونة بالتونة. أوبا، دي بناكلها بالوايت صوص، بناكلها بالطماطم، لا لا لا، هناكلها سلطة النهاردة. معانا مكرونة في يونكا، نجيبها شكلها حلو كده، ودي موجودة في أي محل بتاع السوبر ماركت، بتتسلق وتبقى موجودة عندنا. مكرونة في يونكا. طب مش موجود في يونكا، جيب أي نوع أنت حباه، بس الحاجات دي بيحبوها الأولاد ويبقى شكلها حلو في السلطات. أهي موجودة معانا أهي. ومعانا تونة، معانا شوية بقدونس حلوين، شوية زعتر، عصير ليمون، زيت زيتون. طب يفضل يا شيف مغازي المكرونة تبرد؟ ممكن نبردها شوية زي ما هي كده، زي ما أنا شغال كده أهو، تبريد عادي كده. ولكن نصيحة، أوعى تحطيها تحت الحوض أو تحت الحنفية بتاعة المية وتحط عليها ميه ساعه، لا خالص، زي ما هي كده تبريد كده، ونحط عليها زيت وتبرد واحنا شغالين مع بعض. هي دي الشطاره يا ست الكل. زيت زيتون كده وهي سخنه، تقوم المكرونه تاخد طعم زيت الزيتون. ركزي في الحته اللي جايه دي كمان، هو ده كمان، والبهارات بتاعتنا اهو، والمكرونه سخنه. شويه البابريكا، الله، انا اول مره اشوف مكرونه تتعمل بالشكل ده كده. ونحط عليها كمان شويه كزبرة والفلفل والملح وشويه الزعتر الحلوين وهي سخنه. طب ليه يا عم الشيف وهي سخنه؟ المكرونه وهي سخنه بتبقى في حاله تعطش للتوابل، وخاصه لو احنا مش حاطين عليها توابل وهي فين في النار. احنا حطينا زيت زيتون كالعاده، وحطينا شويه ملح وميه مغليه وسلقناها. حلو الكلام ده، فلفل اسود مجروش شوت، انا بحبه دايما بيبقى فريش وطازه. ونقلب المكرونه الجميله الحلوه دي كده اهي. الله، ده هي كده تتاكل سلطه لوحدها من غير اي حاجه. انا بجود بقى، احط لها شويه تونه، ممكن تعملها بالجمبري بنزيدك انت وجيبك بقى، ممكن تعملها بالفراخ، عندك صدر فرخه باقي من رمضان، احنا لسه طبعا يعني خير رمضان في المطبخ. هتلاقي شويه سمبوسه، شويه فراخ، شويه لحمه مفرومه. ومع ان انا قايل الكلام ده قبل ما يبدا العيد، قلت نعمل عمليه هندله للمطبخ وبلاش نشتري حاجات في العشر الاواخر. وطبعا عندنا الحاجات البسيطه، المكرونه لونها اتغير، طعمها اتغير،
شكل الفيونكا خدت اللون الحلو زي فيونكة العريس. اه شايفها حلو حلو قوي. فيونكة العريس بتبقى بيضة عادي، ممكن تبقى باللون ده عادي مفيش مشكلة، يعني تبقى بامبي 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 بامبي. حلو قوي. معانا تونة، تعالوا بقى نشوف نعملها مع بعض ازاي ونقفل السلطة دي. أهم حاجة أحط التوابل على المكرونة وهي سخنة. ليه تاني؟ علشان المكرونة تشرب من التوابل. حلو الكلام. سريعا يعني اهو في البايركس ده كده هننزل بالمكرونة الحلوة دي كده. الله اهي والله لا تقولي لي بقى مكرونة بالوايت صوص ولا مكرونة بالطماطم ولا مكرونة بالبشاميل ولا الحاجات دي خالص. هناخد التونة وانا لازم التونة ديت تتحط كده وتتفرك بالايد بالشكل ده كده. حلو قوي. وزي ما هي كده يا عم الشيف عندي شوية بقدونس مفرومين ناعم كده، وبلاش عروق البقدونس من فضلك في السلطة، خاصة سلطة زي اللي معايا دي كده. ليه بقى؟ كل حاجة فيها طرية، يعني كل حاجة هتلاقيها طرية تحت اسنانك. تخيل لما تكون طرية وتتفاجئ بقى ان في حاجات ايه خشنة زي عرق البقدونس، عرق النعناع، عرق الكزبرة. السنس والحاجات التركية دي مطلوبة، ده بلاش العروق دي بلاشها خالص. بشيلها كده على جنب طبيعي وافرم ورق البقدونس. ولو انت اشطر مني بقى وعندك صبر امسكي البقدونس ده خديه ورقه ورقه زي اخواننا الشوام واللبنانيين كده لما يجوا يعملوا تبوله يمسكوا البقدونس ده يورقوه ورقه ورقه كانك بتاخد النعناع منها ويفرموه بالسكينه. شفتي ورق البقدونس هو ده، والبقدونس مفيد جدا. هناخد البقدونس اللي اتفرم ده كده. بس اوعي طبعا تحطي البقدونس على المكرونه وهي سخنه، هيسود منك، فلازم تحطيها على المكرونه زي ما انا شغال كده وهي ايه زي الفل. طيب حطينا ايه؟ تمام. فص توم. الله حلو. عصره ليمون، دي سلطه دلوقتي بنحولها لسلطه. فين الليمون يا شباب؟ هاتوا لي الليمون من فضلكم. حلو الكلام. عايز ليمون. طيب معانا كمان بصل اخضر اهو. حلو. واحنا طبعا طالعين بقى بنشم النسيم والبصل الاخضر والرنجه والفسيخ، هتلاقي البصل الاخضر ده متوفر. شفتي بقى فرمه البصل الاخضر دي كده في قلب المكرونه دي، هتاخدها في مكان تاني خالص. سنه سبايسي منه كده بتطلع زي الفل، وخاصه العروق بتاعته اللطيفه. هنقلب كل ده مع بعض يا عم الشيف، كل ده مع بعض. الله. ايه رايك في طبق السلطه ده يا شفيق؟ بالله عليك احنا متعودين ناكلها بالبشاميل. نقلب كل ده. جميله والله. جربي بقى كلها كده. والتونه لازم تكون ناعمه ما تبقاش خشنه، يعني تفرميها بالسكينه. لو انت جايبه علبه قطع سليمه زي اللي بتتباع في اي محل بتاع سوبر ماركت انت جيبيها ناعمه. طب جبتيها قطع سليمه عادي، خديها تحت السكينه او تحت الشوكه وهرسيها جامد كده. طبق السلطه جاهز. حلوه تمام. والله ما قصرت يا شيف. تعالوا نغرفها مع بعض عشان نشوف شكل حلو. اطباق السلطه دايما بقول هي لوحه فنيه، فرصه ليكي يا ست الكل تطلعي المهاره الفنيه فيها. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني عامله سلطه، عامله طبق حلو، طريقه الغرف مهمه جدا. عندك سرفيس زي ده كده بتاع سمك، ايه المشكله لما تحطها فيه؟ بما ان التونه اسماك اهو، وشكلها على السفره هيبقى حلو قوي على فكره، هيلفت الانظار للضيوف بتوعك. الله. والفيونكا في قلب الطبق اهي، اللهم صل على النبي. حلو قوي، هي مش محتاجه حاجه. الله. شفت طبق السلطه؟ شايفه شكله وجماله؟ حلو قوي يا عم الشيف. وناخد ده كده. تسلم ايدك. واعمل تركايه حلوه كده. الشغل بقى اللي هو بتاع الايه؟ البرزنتيشن العالي. العب يا سمك. شفت السلطه؟ لطيفه. ايه رايك؟ حاجه حلوه كده.
طبق سلطة بسيط وسهل، تفاصيله صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ناخد بعدين نطلع فاصل صغير عشان اللي جاي يحصل إن شاء الله. عندنا سلطة الأوفوكاتو بالبنجر، حاجة جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس. معانا سلطة الخس بالزبادي والثوم والنعناع، حلو قوي. ومعانا كمان سلطة شقية جدا لطيفة حلوة، هنشوفها مع بعض. سلطة البطاطس هنعملها ازاي بزيت الزيتون او هتروح بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. للامانه طبق السلطه قدامي مش عايز اقول لحضراتكم، في تفاصيل كتير قوي. شكل المكرونه عاجبني اللي هي الفيونكا، كمان عاجبني قوي على فكره التونه وتفاصيلها في قلب السلطه اهي. زي ما انت حابب، مش مشكله. لو انت مش حابب التونه مفيش مشكله، ممكن تحط فراخ، صدور فراخ متقطعه فيها، عادي يعني مفيش اي مشكله خالص. بيسألوني بيقولوا لي ممكن نعملها بدل التونه فراخ؟ الفراخ بتخش في السلطه طبعا. اي صدر فرخه هنجيبه نعمله روستو، صدمه ناريه على النار، شويه زعتر، شويه زيت زيتون، زي الفل. وفي الاخر يا عم الشيف بنقطعه ونحطه على ايه؟ على المكرونه. بس انا برضو عايز كده، يعني انتوا عارفين الشيف المغازي يحب دايما ايه؟ حاجات لطيفه كده. شفت المكرونه ديت؟ اعمل حاجه كده. الله، ده برز التيشة، هاخدهم زي ما هما كده اهو، نعمل الحركة دي تفرق. ملاحظين حاجة هنا؟ عاملة زي صدف السمك، رصة البصل عليها كده بتفكرنا بإيه؟ بالصدف اللي بيبقى في ظهر السمكة. أنا عارف طبعًا الأساتذة المصورين حبايبي كل سنة وأنتم طيبين، هتجيبوا التفاصيل بتاعة الإيه؟ البصل وأنا بحطه كده، أنا عارف. شفتي يعني؟ لا لا، ده موضوع كبير، ده موضوع يطول شرحه. حلو قوي. وعملت طبق سلطه، الشكل مختلف والطعم مختلف والتفاصيل كتيره. تعالوا نرجع للي بعده، طبق سلطه البطاطس. حلو قوي، نعملها مع بعض. مقادير سلطه البطاطس على الشاشه. حد يغششني؟ غششني يا شفيق حبيب هارتي. سلطه البطاطس على الشاشه استاذ رحاب. حلو الشباب، حلو. قول لي بطاطس مكعبات، عصير ليمون، زيت زيتون، كزبره خضراء، ملح وفلفل. الله، نسيها دي والله، انت ابن حلال. قليل من الكاري. اوبا، هو يا شيف مغازي الكاري يتحط على سلطات بارده؟ هي دي المدرسه المغازيه بقى. المدرسه المغازيه بتقول ايه؟ في حاله استخدام الكاري او البابريكا، الحاجات اللي لها فليفر عالي زي الكاري زي البابريكا، حلو قوي، زي الكركم، علشان اطلع شخصيته واطلع طعمه واستفيد بيه، ما احطوش كده منظر وخلاص. لازم البطاطس اشم ريحتها كده واشم البخار بتاعها والدخنه بتاعتها. شايفه؟ بص كده، بص، هو ده، هي دي، شفت الطريقه دي اهو، ننزل بالكاري عليها. يا ويلي، هو ده، شفت بقى بدات ريحه الكاري تطلع. طب تعالي بقى حط الكاري ده على بطاطس طالعه من الثلاجه، محلك سر، وجوده زي عدم وجوده. حلو الكلام؟ حلو الكلام. مش هنحط حاجه تانية. حلو، هنحط الفلفل الاسود وزيت الزيتون. دي سلطه بقى والله العظيم، اقول انا صايم خلص الصيام، ان انا شام ريحه الكاري رهيبه رهيبه. وننزل فلفل اسود، وحاجه جديده على فكره، حاجه ايه؟ جديدة. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، خليكي معانا يا فندم. فلفل الاسود نحطه هنا. الله، ايه الحلاوة دي؟ كزبرة خضراء، كزبرة مش بقدونس. حلو قوي، كزبرة حبيب البطاطس. دي سلطة البطاطس لأول مرة وحقوق الطبع لدينا وبس. معلقة فلفلة حلوة،
هي دي مش موجوده في المكرر من عندي. يبقى انا حطيت زيت زيتون، حطيت كاري، حلو الكلام، وحطيت شويه كزبره خضراء. هنقلب دول كلهم مع بعض ونغرفها برضه واحنا مع بعض كده. اه بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده دلع وهي سخنه يا شيف. اه تبرد في الثلاجه، ايه المشكله؟ شفت السلطه دي؟ الف انا وشيف هتاكلي صوابعك وراها بعون الله. والله يا شيف انا هعملها النهارده للولاد، ده انا كل يوم اعمل لهم بطاطس مقليه ملوا منها، كل يوم اعمل لهم صليط بطاطس. افكر كده اسلق البطاطس، بس خلي بالك يا ست الكل، يا امي يا خالتي يا شربات، البطاطس لما تيجي تسلقيها مهم جدا انك انت الميه بتاعت سلق البطاطس تكون ميه قليله، ما تكونش ميه كتير، علشان ما نفقدش جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعت البطاطس. تاني المعلومه دي يا عم الشيف، عايزين نعرف البطاطس، القرع العسلي، البطاطا الحلوه لما تيجي تسلقيها تسلقيها في كميه ميه قليله جدا على قد السلق. ليه يا مغازي؟ علشان ما نفقدش القيمه الغذائيه اللي موجوده في النشويات او الكربوهيدرات بتاعت البطاطس. ما ينفعش بعد ما اسلق البطاطس اخدها على الحوض واصفيها، ده غلط. هم شويه الميه اتسلقوا وشكرا، هي زي ما هي كده اشتغل فيها. انا هنا جبت قالب، فكرت ان انا اغرفها بطريقه جديده، وحطيت في القالب ده شويه زيت زيتون بالشكل ده كده، وتعالوا نغرفها مع بعض كده بطريقه مبتكره. اه وانا واقف مش هنكلف نفسنا حاجه، عينيها اخضر زي الفل اهو، زي ما هم كده اهو. ورق النعناع الاخضر ده كده هعمل ايه؟ اه زي ما هي كده اهو. جيب لي التفاصيل دي يا مخرجنا، الله يكرمك يا رب ويعيدك بزياره النبي. شفت انا بعمل اهو كمان واحد. انا هخليكي بعون الله بعد اجازه العيد تبقى واقفه في المطبخ تدعي لي. اه حلو قوي، فكره حلوه يا عم الشيف. عندي طماطم باخد كده قمعين من الطماطم دي، اقماع يا ماع اهو، شفت الحركه دي اهو، بحط ده كده واحط ده كده واحط ده كده، وكمان واحد برضو هنا كده. حلو، تعالوا بقى ننزل بالبطاطس هنا اهو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا معايا فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي، التفاصيل الصغيره دي جايه على الشاشه حبايبي. الله الله، وهكبس عليها بالراحه كده. وهي سخنه يا شيف؟ اه يا فندم وهي سخنه، وانا بشتغل كله على عينك يا تاجر اهو. والشويات الكاري عاملين عمايلهم في قلب الايه السلطه، واضغط كده بالراحه. بالراحه خالص، انا عايز التفاصيل دي تبان. طبق سلطه مش مكلفك حاجه، انا والله والله كله من درج الثلاجه والحاجات اللي موجوده عندك في المطبخ. شويه مكرونه عاملين زحمه في الدولاب بتاع المطبخ، شوية بطاطس باقيين عندنا من رمضان، وعملت لك سفرة النهاردة زي ما قال الكتاب. لا مفيش كتاب بيقول الكلام ده دلوقتي، المغازي وبس. اه حلوة قوي. نجيب طبق التقديم واحنا مع بعض كده، اللهم صل على النبي. اه بسم الله الرحمن الرحيم. يا رايق يا فايق، اهم حاجة انك انت لما تخش المطبخ خليكي زي مدرسة المغازي، فنجان القهوة بتاعتك سواء سادة ولا بتشربها على الريحة، وشويه الشاي الحلو اللي انت حباه، وقب النعناع، بس خش المطبخ كده رايق وعايز تعمل حاجه حلوه. هناخد القالب ده كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا اهلا وسهلا، ده احنا رجلنا خدت على هنا بقى. تعالى نعمل ايه بعد كده؟ اهو نقلب، يلا نعمل ايه؟ هو ده، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ بس خلاص انا والله النهارده بتسلى، يعني بص انت عارف اشتغلنا كتير في رمضان انتوا عارفين، واه بنتسلى مع بعض بس زي الفل. هنعمل ايه؟ هنعمل التركايه دي. اه دول شويه بقدونس نحطهم هنا، ودول شويه بقدونس بنحطهم هنا. الله عليك يا شيف، عندك بيض مسلوق؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا، حبتين بيض مسلوق مفيش اي مشكله. ودي يا عم الشيف دي فليفله حلوه يا دلعك، طبق مقبلات وحقوق الطبع لدينا وبس. وده زيتون، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه
طبق سلطه. ايه رايك في الطبق ده يا جيان؟ دلعه بالله عليك يا شيخ، بالله عليك عايزك تدلعه. على فين ده مكانه؟ حلو قوي، واحنا واقفين ولا جبت حاجه زي الفل. نوسع الدنيا، مكانه هنا. طيب نخش على اللي بعده. ايه السلطه اللي انت حبيبها من اللي عندك استاذ رحاب؟ ايه طبق السلطه اللي انتوا حابينه تاني؟ يلا على عينك يا تاجر اهو، قول لي ايه طبق السلطه اللي انتوا حابينه. انا معاكم اهو، عينيا. خس بالزبادي، اطلع بالزبادي، هات سلطه الخس بالزبادي مقاديرها على الشاشه. معانا خس، معانا زبادي، معانا عصير ليمون، زيت زيتون، زبادي وخس وعصير ليمون وزيت زيت. اشيله؟ اهو انا اسف، انا اسف يا فندم. تاني، زبادي، خس، عصير ليمون، زيت زيتون وتوم. طبق سلطه الخس هنشوف نعملها مع بعض ازاي. بطريقه سهله وبسيطه، ممكن تحط عليها عين جمل، تحط عليها مكسرات حسب الرغبه. هناخد الخس، لا دي بالاول نعمل الخلطه بتاعه السلطه. معانا زبادي اهو، ده كفايه. حلو، تمام. هنحط على الزبادي ده عصرة ليمون محترمة. الخس مفيد يا اخوانا، الخس بيساعد على التخلص من الامساك، الخس يلين المعدة، الخس يريح القولون، الخس مفيد جدا كمان في مشاكل اللي عنده قرحة، اللي عنده مشاكل مع سوء الهضم، كل ده الخس مفيد. شوية ثوم، زائد ان الزيوت اللي موجوده في الخس مفيده جدا. الخس بيخلي بشرتك زي الحلاوه. البصلايه دي انا حبيبها. شفت تقطيع البصله؟ حلو، خدت يا زميه كده. دي بقى تغير الموضوع خالص، هينزل منها شويه فليفر حلوين كده. الله الله الله. على فين تاني؟ شوية زيت زيتون. سلطة جميلة. حلو، لسه ما خلصتش. طب يا شيف مغازي، احنا خارجين من رمضان وخارجين من العيد، كل سنة وانت طيب، يعني مش عايزين ريحة البصل وريحة التوم بقى؟ حاضر يا ست الكل، عينيا ليك. لسه بنعيد على بعض، لسه بنعيد على بعض، لسه حد بيجي لنا في العيد بنقعد اسبوع نعيد على بعض. هو النعناع الاخضر ده علاج الموضوع. بلاش العرق، الله يرضى عليك، العرق يمرر لك اي حاجه تحطيها فيه، ربنا يكفينا شر المرار. قولي امين في سرك. العرق بره، ده الورق. ورق النعناع، يا بتاع النعناع يا منعنع. هناخد ده كده اهو، حلو اهو زي الفل. وجيب النعناع الاخضر البلد الحلو. تعرفيه ازاي؟ تبرك بين العربيه كده ويجي الراجل الطيب المحترم ربنا يحسن ما بين ايده ويقولك اتفضلي. عادي نجبر بخاطره وناخد حزمه، شميت ريحه النعناع هتلاقيها بلدي حلوه. حلو، ده نعناع اخضر. لا مكان للتوم بينا، لا مكان لريحه البصل بينا. يقولك يا داخل ما بين البصله وقشرتها، ما ينوبك الا حلاوتها. حلو قوي، فص التوم يا توم. بس خلاص، شوية الملح التمام. هنقلب دول كلهم مع بعض. تاني حطيت ايه على الزبادي؟ ده مهم جدا على فكرة، والسلطة دي لازم تعمليها. أعتقد إن هي في متناول الجميع. تاني، زبادي. بصلة قطعتها شرايح رفيعة جدا، ما يبانش إن ده بصل. حطيت توم، حطيت شوية نعناع أخضر، عصير ليمون، زيت زيتون، وأقلبهم مع الزبادي. حلو الكلام؟ هنتجمع ونقعد على طبلية واحدة؟ أهلا وسهلا. هنتجمع ونقعد على سفرة واحدة؟ أهلا وسهلا. هنتجمع وتلمنا طبلية وتلمنا سفرة وتلمنا قعدة حلوة وأكلة حلوة؟ أهلا وسهلا. يبقى نحط الإيه؟ الصلصة دي عليها كده ونقلبها. يفضل ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تتبلش مننا بسرعة، عشان تضيف فيها إيه؟ عصير ليمون. حلو قوي، ونقلبها مع بعض. وتعالوا نغرفها برضو بطريقة حلوة. لا بإيديا دي عايزه كده ايه؟ شفت الخاصه لف فيها كده؟ يا ويلي والله العظيم، تاكل صوابعك وراها. طعم الزبادي هنا مع طعم البصليه والنعناع والتومه وزيت الزيتون وعصير الليمون حكايه.
والا كله النعناع الاخضر. شم ريحه البصل فيها كده، لو شميت ريحه بصل هنروح من بعض فين؟ تواصلي معانا من خلال السوشيال ميديا، صفحه اكلت امي، الصفحه الرسميه للقناه الاولى، قولي رايك في السلطات اللي عملتها النهارده بكل صراحه، حلوه ولا وحشه؟ احنا معاك اهو. نجيب طبق حلو كده زي ده، هو ده. تعال تعال، قال لك ايه؟ القلب يعشق كل جميل. تفاحيه، الله، نغرف السلطه الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. حلوه اهو اهو اهو. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ده خصايه بثلاثه تعريفه، انت قلبتها وحولتها لموسوعه غذائيه. بصل يخلصنا من الكوليسترول والدهون الزياده، زبادي سريع الهضم بروتين حيواني، توم درنيات يخلصنا من الكوليسترول والدهون الزياده، كل ده في السلطه. فيتامين سي في السلطه، زيت زيتون يساعد على الهضم ويروح الكولون. اهلا وسهلا. نعناع مريح للمعده، مهدي للاعصاب والعصبيه يا عم شفيق، اهلا وسهلا. عايز كمان؟ حلو. السلطة الأخيرة إيه؟ معانا وقت ولا نطلع فاصل؟ حابين إيه يا شباب؟ أنا معاكم. نطلع فاصل. حاضر يا فندم. بالله قاعد والله العظيم ما بشتغلش، أنا قاعد بس تعبت من الكلام أكتر من إن أنا بشتغل. مفيش حاجة، حاجة بحط دي في الحاجة تطلع. ده كله بعون الله، رضا الوالدين، وإيه كمان يا عم الشيف؟ والواحد يرضي ضميره هنا في عمله اللي بيأديه، أياً كان واحد في موقعه، مخرج، مصور، مهندس، دكتور، جراح، سواء تاكس، ايا كان، بتخلص لعملك ربنا بيكرمك، وسيبها على الله واعمل الطيب، اوعى تروح بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير. مخرجنا الجميل ما نستعرض الجمال والشربطة اللي على الشاشة ده كده. أنا لما بدأت الحلقة قلت أنا مطلوب مني أو أنا حاطط في الخطة بتاعتي أربع أنواع سلطة، دوري كشيف ليا حرفية معينة أعمل كل طبق مختلف عن التاني شكلا وطعما ولونا ومذاقا وكل حاجة. طبق المكرونة تفاصيله كتيرة شفناه من البداية، طبق سلطة البطاطس جامد جدا، عجبني التركية الأخيرة اللي هي الهريسة الحمراء مع البقدونس حكاية، وكمان سلطة الخس حكاية، بس هي تبقى حكاية وحكاية وتتقال في الروايات لو حطينا عليها عم الشيف شوية عين جمل. حد يا عم عين جمل يا شيف وتقول لي ميزانية يا ست الكل، هما خمس ست حبات والله العظيم هياخدوك في حته تانيه، ولو عندك حماتك ولا ضيوف هيقولوا ان الست دي كريمه وعامله لنا سلطه الخس بعين الجمل، يبقى انت كده ايه طورتيها واديتها شخصيه. ما عادش كام عندهم كده ست حبات. ثلاثه تعريفه، تعالوا مع بعض. عايز اعمل سلطه البنجر النهارده بطريقه مختلفه. سلطه البنجر بالافوكاتو، الافوكاتو سعره غالي قيمته الغذائيه عاليه جدا، متهم ما بين ان هو يكون فاكهه وخضار، ايهما في الاثنين؟ عايزه تمشيه خضار هتمشيه، عايزه تمشيه فاكهه هتمشيه، حسب ما انت حابه. حلو الكلام؟ مقاديرها على الشاشه. بنجر مسلوق، افوكاتو، ثوم، شويه بقدونس مفرومين ناعم، عصير ليمون، طحينه، زيت زيتون، بس خلاص. هنغرفها ازاي لسه مش عارف، ما حطيتلهاش خطه. حلو، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اللهم صل على النبي. هناخد البنجر ده الاول كده يتسلق، ولما تيجي تسلق البنجر يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي يا حماتي عشان ما حدش يزعل، يتغسل كويس من القشره بتاعته من الطينه،
بيتغسل بفرشه خاصه بغسيل الخضار؟ لا يا غالي ما ينفعش. والنبي ما تفتي. بيقول لي ايه ده شفيق الصغير، ما عندنا شفيق كبير وشفيق صغير. بيقول لي مش نقشره ونريح راس؟ لا، ما انت لو قشرته وسلقته من غير القشره مش هيستوي، وهتفقد جزء كبير من القيمه بتاعته، هتلاقي الميه شربطه لونها لون الايه، عصير الرمان، وانا مش عايز ده. البنجر يا اخوانا يتسلق بالقشره بتاعته. حلو الكلام؟ اه. وبعد كده نسيبه لما يبرد ونشيل القشره. حلو؟ انا هخلي دي ازين بيها. دي كفايه. حلو؟ وناخده كده زي ما هو. ادعوا لي بقى ان الخلاط يشتغل. كمان شوية. بتهزر بقى، طب بتهزر بقى مع الشيف ده، انا هخليك تتفرم دلوقتي. عصير ليمون، العب. اه حلو قوي. زيت زيتون في قلب البنجر. اه ده هتبقى عصير يا شيف، اصبر على رزقك. اه زيت زيتون وعصير ليمون انا حطيت، ركزتوا معايا اهو، وزيت زيتون كتيرة كمان. اه وعصير ليمون كتير. اه معلقة فلفلة حلوة. اه كل ده على البنجر يا شيف. اه باقي عندي يا عم الشيف شوية بقدونس. حلو. صلصة البنجر دي معانا النهاردة حقوق الطبع لدينا وبس، حبايبي واخواتي على السوشيال ميديا اللي انا بحبهم. ايه ده يا عم الشيف؟ ده بقى العصب، ده الجمال، ده الدلع، دي الطحينة اللي هتمسك كل ده مع بعض. اه حلو قوي والله. احتاجت احنا مع بعض، هي لها قوام في راسي. حلو. واخدتها زي ما هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. جيب لي التفاصيل وهي بتتغير كده، بالله عليك. ايه هو ده، هو ده، هو ده. ايه الجمال ده؟ حبيب والديك، حبيب والديك، انا عارف تعمل صوره حلوه. شوف الحلاوه، شوف الحلاوه، شوف الحلاوه. هو ده، ده لازم يتم. اه لان الطحينه لما بتتخفق، شفت الكلام، صارت البنجر لازم يتكتب كده حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى مع سلطة البنجر بطعم تاني وبشكل تاني. اه حلوة زي ما هم كده. بناخدهم ونفضهم هنا في الطبق ده كده. الله تسلم ايدك يا ام غازي. معانا بنجر، معانا افوكاتو، معانا افوكاتو. دي معانا كده حلوه ولا خليها كده؟ اه حاضر عينيا. اه حلو قوي. بنفس الخلاط وبنفس ادوات الشغل هنعمل ايه يا عم الشيف واحنا شغالين كده؟ اه ناخد الايه، الافوكاتو، ونشيل النوايا اللي جوه. والافوكاتو ده يا اخوانا مستوي على فكره. لما تيجي تشتري الافوكاتو من عند الراجل بتاع الخضار او بتاع الفاكهه عموما، يعني هنصحك تشتريه ازاي. ما تشتريش حبايه الافوكاتو اللي تلاقي الجلده من بره لونها اسود، اماكن اماكن بيكون اللي قبل منك ماشي حسس عليها كذا مره فمسوده مكانها، فتروح البيت تلاقيها سوده. حلو الكلام؟ اه تشتري الافوكاتايه
او الحبات الافوكاتا الافوكاتايه يعني ما اعرفش المفرد بتاعها ايه، تشتريها تكون لونها كلها واحد. طب اعرفها طريه ازاي عشان اللي يشتري بعد منك برضو ما يفكرش كده؟ امسكها في ايدك هقول لك ازاي تمسكها دلوقتي حالا. الحاجات الصغيره اللي بقولها دي تفاصيل صغيره ولكن مهمه. بص الافوكاتا لما اروح نشتريه ده طبعا ملاحظين، بصوا ازاي حتى ما تلاقيش فيها علامات سوداء. الافوكادو ده غالي سعره، فعشان كده لازم لما نشتري نشتري كويس عشان ما تروحيش البيت تلاقي الجسم من بره اسود. البعض لما بيجي يشتري الافوكادو عايز الافوكادو طري، ما يروحش يلاقيه عجر، فبيقعد يدوس كده كده، يروح البيت واللي بعده منه يجي يدوس كده. فحبيت الافوكادو يا عيني عند بتاع الخضار وبتاع الفاكهه عرضه لكل دوسه كده. حلو الكلام. طب نعمل ايه؟ ننصح بايه؟ لا لما نشتريها نعمل كده بايدينا، لقيتها طرية معاك كده كان الواحد بيلعب رياضة بإيده، تعرف إن هي حلوة لسه ناشفة. شفت أنا بقى أهو معلمتش بقى بإيدي كده وكبست كده، دي فارق المسكة كده غير كده. مهم جدا المعلومة اللي بقولها دي عند بتاع الخضار عشان ما نجيش نلاقي كل الأفوكاتو اللي عند بتاع الخضار معلم بقع سودة بقع سودة بقع سودة. خلي بالك ده مطلوب، أنا بقشرها أهو. شفتي كلها لون واحد اهي، اديني كده علامه سودا فيها او بطعه سودا مفيش، وهتلاقي مكان البطعه السودا دي ميت بقى، خدتي بالك؟ مش حلو، لان الافوكاتو بيستوي عند الراجل بتاع الخضار. طب عايزاه يستوي بسرعه وخدتيه عجر هتعملي فيه ايه؟ هتروحي على البيت تجيبي اي ورقه تلفيه فيها وتحطها في مكان دافي هتستوي، ما تحطوش في الثلاجه الافوكاتو، ما تحطش في التلاجة لو انت عايزاه يستوي بسرعة. لقيتيه استوى وبقى طرية حطها في التلاجة. الله عليك يا عم الشيف، والله حاجات صغيرة بتفرق معانا كتير، لأن ممكن نشتري فيه نشتريه بفلوس كتير على فكرة وما نستفيدش بيه. شفتي؟ ده هيتفرم زي البنجر بالظبط بالكبة. أفرمه زي البنجر بالظبط. وأخلط الاتنين ببعض وأحتفظ بشوية خضر، وهنغرف طبق دلوقتي شكله جميل جدا. عشان كده خليته للاخر عشان اعرف الطايم معايا قد ايه واشتغل بناء عليه. وعلى فكره ممكن اعمله دلوقتي في دقيقه وخلصت، ممكن اقعد اشتغل فيه ساعه زمن وبرده افوكاتو. اخواننا في المكسيك دي اكلتهم الرئيسيه عامله زي الطماطم عندنا كده، يصحوا يناموا عليه الافوكاتو، يخش في كل الحشوات، يعملوه بالطماطم، يعملوه بالطماطم الكولكاسيه، يحطوه مع التاكو، يحطوه مع الفاهيتا برزنتيشن، يدخلوه في السخن في البارد. الافوكاتو عندهم زي الطماطم عندنا. ده في المكسيك يا غالي، عايز تزور المكسيك عشان الافوكاتو؟ نعم. هنشغل هنشغل الخلاط. ايه الاخبار؟ لسه عايش شويه كمان. المهم نعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما عملنا نحط شويه عصير ليمون وشويه زيت زيتون. طبعا يعني معلش لو في لو الكبه الكبيره، انا عندي كبه كبيره بس انا عايز اتكلم عن التفاصيل دي مع بعض. لو عندك الكبه الكبيره بقى اللي هي الحجم الكبير ممكن تحطهم كلهم مع بعض وتخفيهم، مفيش اي مشكله يعني. دي أكلة رياضية من الدرجة الأولى، أكلة صحية من الدرجة الأولى، علاج أنيميا فيها، بناء أجسام فيها، رياضيين يحبوا الأفوكاتو وعصير الأفوكاتو بالموز والحليب كل ده. ننزل بده كده بقى أهو ده. فين الأفوكاتو؟ فين الأفوكاتو؟ حد يطلع لي الأفوكاتو منه؟ مفيش. الله. أول حاجة بس الكلام ده ما ينفعش أعمله على الشاشة. والله العظيم أنا بتكلم من قلبي. الكلام ده ما ينفعش أعمله على الشاشة، بس لو أنا في المطبخ هعمل الكلام ده. شوية مية سعيد أحطهم هنا. وأمسك الخلاط ده أهزه جامد وأشرب المية دي.
والله بكلمك جد، لو انت في المطبخ دلوقتي بتعملي زيي، هاتي ميه ساقعه من الحنفيه او ميه ازازه ميه، حطهم هنا شويه كوبايه يعني، وامسكي كده اقفليه زي ما كنت اضربيه ورجوهم جامد، هيطلع لك لون لطيف كده، اشربيهم هتدعي لي برضه. حلو الكلام؟ او ابنك عندك في البيت شربيهم عادي. هنقلب دول مع بعض. عصير الافوكاتو بالبنجر، شفت بقى السلطه دي لطيفه قوي، تعالوا نغرفها مع بعض فيها كل حاجه. هناخدها مع بعض في طبق حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي، ونقلبها شويه ملح صغيرين، شويه فلفل صغيرين سوري، ونقلب ده كله مع بعضه. سريعه المضغ لكبار السن، قيمتها الغذائيه عاليه جدا لكبار السن، تعالج امراض كتيره، الطفلك عنده انيميا اهو، حطها في التلاجه دي بقى وتاخدي منها معلقتين هتدعي لي. ويا سلام بقى، ربنا يزيدك. شفت عين الجمل اللي على ايدي اليمين ده كده على بعد سنتيمترات مني؟ عين الجمل، عين الجمل، افرميه معاها كده، وانا كنت شغال بفرم دلوقتي. يا ويلي يا ده عين الجمل ده، لما يتفرم ويتحط معاها هتدعي لي كمان. ما عندكيش عين جمل حطي فول سوداني كده، دعمتيها. عندك ابنك بيذاكر اكلي منها، جوزك بيشتغل كتير وبيسهر ومتطلباته كتير ياكل من دي، خلي بالك. افوكاتو، بنجر، عين جمل او لوز، يا مزاج اللوز. الله، لسه خلاص لسه ما خلصتش، الحلو جاي. معلقه حلوه كده وزيت زيتون، بسم الله الرحمن الرحيم، ونيجي هنا كده. الله يبارك لك يا عم الشيف، ده البنجر نروح المطاعم ناكله نلاقيه متقطع حتت قد كده، حتى اللي مقطعه مقطعه من غير نفس، حته كبيره وحته صغيره، عليه زيت زيتون مش عارفين، معلقه سكر، وندفع في الطبق 50 60 جنيه غير اللي بتحطوا عليهم، وشغلانه. طب ما تروح على البيت بكيلو بنجر، نص كوب من الطحينه، حبيتين افوكاتو، واعمل الطبق ده حطيه كده ببرطمان، خدت بالك؟ وبالف هنا وشفا. طبق سلطه لطيف، انا عارف ان هو على الشاشه دلوقتي ما اقولكيش. طبعا البرزنتيشن مطلوب، وانا واقف بالسله كده، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير، والطعم ايه؟ جديد. احفظوها كده زي رؤيه وفن وابداع، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. لسه ما خلصتش يا فندم. صل على الحبيب قلبك يطيب، ارسم يا رسام سلطة البنجر بطريقة جديدة وبتفاصيل جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس. لسه ما خلصتش يا فندم، معايا حبيتين عين جمل عايزهم، انا هعمل بوم تركية دلوقتي هتعجبك قوي. موضوع كبير، زي ما هما كده. صورني معاها سيلفي يا شفيق، الله عليك حبيبي حبيبي وحبيب والديك. شوية زيت زيتون، ألف أنا وشفا للي ياكل منها. حلقتنا النهاردة فيها شغل كتير، فيها تفاصيل كتيرة، تعبت يا شيف؟ لا والله، بس سلة. واكلين كحك العيد بقى وفتة العيد وفسيخ ورنجة، وطالعين من رمضان عايزين نلعب شوية رياضة حلوين، ونقلل بقى الدهون والكوليسترول. فالشيف المغازي عليه دور، وحضرتك برضو عليك دور،
اللي انا بعمله ده تعملي بنفس التفاصيل لو سمحتي، بنفس الطريقه اللي انا شغال بيها. ليه يا عم الشيف؟ يعني على الاقل اول مره اعملي بطريقتي، تاني مره جربي. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني مثلا نبدا من اول المكرونه، انا عملتها النهارده بالتونه، انت مش حابه التونه وسعرها غالي، هاتي صدر فرخ. حلو، فكره برضه يا شيف. عملنا النهارده سلطه البطاطس الجميله بالكاري، انت مش عايزه كاري مفيش مشكله، حط شويه كركم. مش عايزه لا ده ولا ده، حط فلفله حلوه. معاكي اهو مدرسه وبفتح لحضرتك الموضوع عشان تبقي ايه بطريقتك. مش عايزه ده ولا ده، حط معاها بيض مسلوق. جيب البيض المسلوق بعد ما يتسلق تقطعيه معاه وتحطيها. سلطه الخس انا عملتها وحطيت عليها عين جمل، حط فول سوداني، حط شويه لوز، بلاش زبادي، حط ممكن تحط قشطه زي ما انت حابه. ولكن دي لازم بالتفاصيل دي وبطريقه الشيف المغازي ومدرسه الشيف المغازي، لان مين صاحب الحقوق؟ هو الشيف المغازي. ولكن الكلام ده فين؟ على شاشه القناه الاولى، بنشوف كل يوم افكار بسيطه وسهله. وبدانا طبعا وخارجين من اجازه العيد وهنمشي على خطى واحد احنا كنا عليه. هيكون يوم السبت من كل اسبوع الاكلات اللي احنا بنتابعها من خلال السوشيال ميديا بنعملها لحضراتكم. يوم الاحد هيكون اكل صحي كالعاده، يوم الاثنين اكل من بيت المصري ومتوثق من المطبخ المصري، يوم الثلاث هنلف العالم كله ونجيب الاكلات الحلوه المشهوره في المطابخ العالميه، اما يوم الاربع باذن الله هيكون سمك ولطافه، بساطه، سهوله، مرونه. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين؟ من ماس بيرو.